هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات تقوم بها الشركة تعزيزاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، وطبعاً تحت عنوان البلاج للجميع أو الجزائر بالأحرى للجميع. طبعاً احنا ارتئينا أن في كل شهر نقدم فعالية أو فعاليتين بدعوة عامة للجميع، ممكن للعموم الحضور، والقصد منها دعم الفئات العاملة في مثلاً الأسر المنتجة مثلاً، وعندنا الفرق الشبابية أو الفرق الشعبية اللي نشوفها تالنتد أو لهم موهبة خاصة، بحيث أنهم يتواجدون في هالمنطقة ويشاركون في إحياء منطقة بلاد الجزائر. بالنسبة هذه الفعالية يعني تحبب فينا تراثنا الشعبي وإعادة يعني اللحمة والتواصل، سواء أشياء فنية اجتماعية أشياء سياحية، فالحمد لله يعني نتمنى أن دائما تتكرر الحقيقة هاي المرة الثانية. الفعاليات وايد حلوة والله، يعني كنا نتمنى يصير مدة أكثر بعد وأطول من هاللون، يعني عشان إن الواحد يتفرج يكون ويشوف معالم بلاد الجزائر. طبعا وايد حلو ترى، وايد مستانسين ما تصورين، يعني الأهل كلهم ترى موجودين هنا وكلهم قاعدين يتفرجون، يعني وايد مستانسين وايد وايد يعني. والله عجبني اليوم، مكان صح، وقت صح، والترتيب كان صح، بوجود الفرق الموسيقية، منتجات بحرينية، ألعاب حق أطفال، قهوة شعبية، جلسات أرضية، عوائل منفتحة.